ومن دبي انضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في أكويتي جروب. رائد، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC العربية. ماذا بعد الفيدرالي؟ ماذا بعد تثبيت معدلات الفائدة؟ باول قال إن هناك نصف نقطة مئوية قد ترتفع بها معدلات الفائدة بنهاية هذا العام. هل تعتقد إنه هذه التوقعات تبقى راسخة حتى مع تباطؤ معدلات التضخم المتوقع حتى نهاية العام؟ يعني كان هناك نوع من خلينا نقول الصورة المعكوسة يوم أمس من قرار الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من أنه شفنا ثبت أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أنه ذلك كان متوقعا بشكل كبير من قبل الأسواق، إلا أن النبرة كانت تشددية. النبرة التشددية وهذا التثبيت كان تشددي، لأنه لما نحن نظرنا إلى الدوت بلوت وتوقعات رفع أسعار الفائدة الفترة القادمة، وجدنا أن الفيدرالي محافظ على احتمالية رفع إلى رفعتين في أسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام، وأكد ذلك على أنه ممكن توصل مستويات أسعار الفائدة إلى مستويات 5.6%، وهذا من شأنه حقيقة أنه يضع ضغوط كبيرة على النمو الاقتصادي. واعترف الفيدرالي الأمريكي أنه راح يكون في ضغوط على النمو الاقتصادي وعلى مستويات البطالة ممكن أن ترتفع إلى مستويات أعلى. إجمالا ما ننظر إليه حاليا أن الفيدرالي إذا أقدم على رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة هو يستهدف مستويات التضخم بالنسبة لقطاع الخدمات التي لا تزال بالنسبة له منخفضة، لأنه بالنسبة لقطاع البضائع خلينا نقول والسلع يعني فعليا بدأنا نشهد انخفاض في أسعار هذه السلع وفعلا تراجع، ولكن قطاع الخدمات يبدو من القطاعات المؤرقة لا يزال يشهد تضخم دبق وبطيء بالهبوط، بالتالي يؤكد الفيدرالي على نيته وصول التضخم إلى المستهدفات من خلال تخفيض أسعار أو الأسعار على قطاع الخدمات على وجه التحديد. ولكن يعني كان هناك صدمة للأسواق إيجابية للدولار يوم أمس. طيب يعني رائد، هو لازم الفيدرالي يشوف تباطؤ في القطاعات علشان يبتدي يراجع نظرته لمعدلات الفائدة، ولا من الممكن أنه يغير النظرة لو حدث تباطؤ في أرقام التضخم بشكل عام، حتى لو كان هناك بعض النشاط في قطاع الخدمات، بعض النشاط في مبيعات التجزئة، أم ماذا؟ يعني أعتقد هو لو كان الهدف فقط هو التضخم أنه يوصل إلى المستهدفات كان قد رفع أسعار الفائدة، كان من المفترض أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه أمس، ولكن لم يقم بذلك حتى لا يكون هناك ضغوط قاسية وسلبية على النمو الاقتصادي. أعتقد الفيدرالي يحاول تحقيق التوازن بشكل واضح ما بين أنه يكون في عندنا وصول مستويات التضخم إلى المستهدفات أو قريبا من المستهدفات دون أن يكون هناك نوع من التأذي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، ودون أخذ بعين الاعتبار كيف راح يكون ردة فعل الأسواق لهذا الأمر. طيب دعنا نذهب إلى السلع وتأثرها بما قاله جيروم باول، وأنه هناك رفعتين مرتقبتين لمعدلات الفائدة خلال هذه السنة. كيف يتأثر الدولار؟ شهدنا الدولار وقتما تم الإعلان عن تثبيت معدلات الفائدة هبط إلى أدنى مستوياته في شهر، وقتما تحدث باول ارتد الدولار مرة أخرى. كيف هي التأثيرات على كل من الدولار والذهب؟ تمام، مثل ما ذكرنا قرار التثبيت كان يعني بحد ذاته متوقع، فالدولار بدأ بالانخفاض، ولكن مع قراءتنا لبيان قرار الفائدة وجدنا الدوت بلوت وتوقعات أسعار الفائدة، ومن ثم أكد جيروم باول في المؤتمر الصحفي أن أعضاء الفيدرالي لا يوجد عضو واحد فيهم يتوقع تقليص في أسعار الفائدة خلال تعاملات هذا العام، وأن أي تقليص ممكن يكون خلال العام القادم، وهذا يعني حقيقة سيضع أعباء كبيرة على الاقتصاد. كأداء للدولار الأمريكي، أتوقع أن الدولار الأمريكي حقق تحركات قاسية وكبيرة يوم أمس، ممكن أن يكون في عملية تصحيح خلال تعاملات اليوم، ولكن سيبقي يعني خلينا نقول الفيدرالي سيبقي المجال مفتوح لكل اجتماع. الاجتماع القادم التوقعات ستكون كبيرة فيه برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، ولكن أعتقد لن يقدم الفيدرالي على هذه الخطوة في اجتماعه القادم، لأنه راح يكون في عنا ضغط أكبر على القطاع على الأسواق تحديدا. وما ننسى أنه أسعار فائدة أعلى أصبحت بشكل واضح عملية غير مربحة للبنوك والمصارف، وممكن ذلك قد يفجر أزمة مصرفية جديدة.
طيب رائد، دعنا نذهب إلى أوروبا ونترقب اجتماع المركز الأوروبي، والمتوقع بشكل كبير رفع معدلات الفائدة للمرة الثامنة على التوالي. كيف ننظر إلى تأثيرات ذلك؟ وهل حقا حققت معدلات الفائدة المرتفعة تباطؤ معدلات التضخم في أوروبا، أم أن الفارق لا يزال كبيرا، خصوصا أننا نتحدث عن 6% معدلات تضخم في أوروبا مقابل مستهدف عند 2%؟ بس ما ننسى كمان انه نحن عند اعلى مستويات اسعار الفائده في المركز الاوروبي ب 22 عام، يعني كمان لا يمكن المضي بشكل اسرع من ذلك بالنسبه للمركز الاوروبي، ولانه في عندنا مشاكل كبيره مرتبطه كانت بمستويات البطاله، مرتبطه بمعدلات النمو في المنطقه الاوروبيه، بالتالي معدلات فائده اسرع او بوتيره اسرع، حتى وان كانت قد تكافح التضخم ولكن ستضر كثيرا في الوضع الاقتصادي الاوروبي. اجمالا نحن من المتوقع ان يكون في عندنا رفعه باسعار الفائده 25 نقطة أساس، لا رأينا أنه في نوع من التفاؤل، نوع ضغط بسيط على الفيوتشرز أو على الأسهم الأوروبية بعقودها المستقبلية، ولكن إجمالا أعتقد يترجم حاليا أنه في عندنا وضع إيجابي جيد، التضخم ينخفض في المنطقة الأوروبية، وخليني أقول يوجد هناك مؤقتا فجوة ما بين المركز الأوروبي والفيدرالي، إذا توجه إلى تجديد السياسة النقدية المركز الأوروبي فأعتقد اليورو سيرتفع بشكل واضح، وعم نشوفه يرتفع أمام الين، أمام الباوند، وأمام الدولار الأمريكي بشكل واضح خلال التعاملات الساعات القليلة الماضية، وهذا يرشح مزيد من الارتفاعات خلال التعاملات اليوم. المركز الأوروبي سوف يقوم بتشديد أسعار الفائدة ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات 4%، وأعتقد ذلك لن يوقفه عن رفعه اضافيه الى رفعتين خلال التعاملات هذا العام، بالتالي الامر مريح بالنسبه للمركز الاوروبي كاسعار فائده وان كانت هي الاعلى خلال فتره زمنيه طويله، ولكن كما تفضلت التضخم يجب ان ينخفض دون مستويات 5% الى 4.5% حتى يكون هناك مناورات من قبل يعني رئيسه المركزي الاوروبي بانه يكون في عندهم ايقاف بعمليه تشديد اسعار الفائده. شكرا جزيلا رائد الخضر، كبير استراتيجية الأسواق في أكويتي جروب. شكرا لكم.